حقيقة نحن مسرورين جدا بهذه الزيارة، وهذه ليست الزيارة الأولى للسيد بشار الكيكي إلى قاطع تبية الكيف، سبق وأنزار. يعني ما جاي أوجهكم، حقيقة جاي أثمن جهودكم وأشكركم، وأشكر سيد المدير وكل الفريق العمل أو ستاف الإدارة مديرية تبية الكيف. أنا أحب أوضح لكم يعني جانب من رؤية حكومة نيدا والمحلية حول الوضع الحالي، وأوضح لكم يعني بعض ملامح المستقبل بالنسبة للمحافظة. بنعمل وبنخطط مع الجهات الدولية أيضا بأن يكون موضوع التربية والتعليم بشكل عام بعيد عن إرهاصات السياسة. كل العملية مستقلة ولها حرمتها ودون تدخل من أي جهة سياسية. الجانب الآخر أحب أؤكد بأنه وضعنا بالموصل يوم ورا يوم نحو الاستقرار والوئام سابقا وحاليا ولاحقا أيضا راح نحتاجكم، ولهذا أنا أؤكد أنه أنتم قادة المجتمع في كل المجالات وخاصة الفكرية، وأتمنى بأن يكون هنالك توجه واضح لمحو آثار أفكار داعش العراق ماضي نحو إرساء مؤسسات الدولة الاتحادية أو بالقانون يسموها الفيدرالية. وعلى هذا الأساس سوف يكون التعامل مع كل المواطنين على أساس الحقوق. نحن بالأخير راح نعتمد على الكفاءات التربوية في قيادة المجتمع. فالتقينا بمجموعة من الإخوان من الأساتذة الجامعيين أساتذتنا، حدثنا عن مواضيع جدا مهمة، وطرحنا السؤال التالي: هل أثرت الجامعة على المجتمع أم تأثرت به؟ بالإمكان إخوان أنه نعتمد على نفسنا ونبني بلدنا ونخلي محافظتنا أيضا ترتقي إلى مستويات جدا مهمة. فالمرحلة القادمة هي ستكون مرحلة مفتوحة، خاصة في موضوع الوعي لدى المواطنين، وخاصة يعني الشريحة المهمة جدا في المجتمع وهي شريحة الكوادر التربوية والتعليمية. ليس فقط واجبنا الأساسي هو توفير الخدمات، يعني عملية الاستقرار تعني جانبين: الجانب الأول هو إعادة الخدمات أو الخدمات الأساسية نسميها، يعني الماء والكهرباء وإلى آخره. الجانب الثاني هو موضوع التماسك الاجتماعي، وهو الأهم يعني، ومن الضروري بأن يكون لوزارة التربية يعني دور مهم وأساسي في هذا المجال. الفترة القادمة ستكون الصلاحيات واضحة للحكومات المحلية، والوزارات سوف فقط تبقى لرسم السياسة العامة في مجال التربية والتعليم، باقي الأمور ستكون من اختصاص الحكومات المحلية، لأن الموصل كأهل الموصل كأهل المحافظة على مستوى الوعي والمعرفة والثقافة استفادوا كثيرا، وخاصة من مرحلة النزوح. فتح الطريق أنا أوعدكم وأوعد حضرتك وكل الإخوان نفتح الطريق إن شاء الله، وأنا ساعي بها، هي مو أصعب من فتح الطريق الموصل الدول. وبهذه المناسبة يتقدم الأستاذ محمد ملحم مصطفى مدير تربية قضاء تركيا لتقديم الدرع وشهادة تقديرية. أنا